مارسيال كواسي، شيخ محمد توري، مارسيال كواسي. تبادل الكرات القصيرة من جانب الملعب التونسي، تقطع وترجع عماد المنياوي. عماد المنياوي سريع في مناطق الملعب التونسي، يوزع راسية، هدف، الهدف الأول لصالح النادي الإفريقي، هدف أول لصالح النادي الإفريقي بتسديد راسية، هدف جميل، هدف جميل، هدف جميل. هاي إعادة بإمضاء إبراهيم الشناحي، تسديدة رأسية، هاي إعادة عماد المنياوي، وإبراهيم الشناحي يفتتح النتيجة في الدقيقة 13 لصالح النادي الإفريقي. هدف مقابل الشيء الأسبقي الإفريقي، صعب الهدف أمامكم على الصورة، عدد قليل من أحباء الإفريقي على مدارج ملعب المرحوم الهادي النايفر. بعد هدف إبراهيم الشناحي في شباك الحارس قيس العمدوني، الأسبقية في التهديف إلى الفريق، تسديدة، هدف، هدف التعادل، هدف ممتاز ممتاز ممتاز. شيخ محمد توري، شيخ محمد توري يرد في أقل من دقيقة، تسديد على التاير، شيخ محمد توري، هاو أمامكم هدف رائع، هدف التعادل. شوفوا الإعادة، شوفوا الإعادة كيف ما جات الكرة، خذاها تسديد على يمين عارف الثقيلي، ما خلى له حتى مجال باش يتسدى، والله هدف جميل جدا. شوفوا الإعادة مرة أخرى، حتى إمكانية للحارس عارف الثقيلي باش يتسدى، هدف التعادل في أقل من دقيقة بإمضاء الشيخ محمد توري. هذا أمامكم سليم جديد رقم 26، الكرة بالفعل لمست في رأس عبد القادر الوستاتي، سليم جديد يلعب ركنية ثانية، تسديدة، هدف، هدف ثاني بإمضاء مارسيال كواسي، مارسيال كواسي يضيف الهدف الثاني بتسديدة قوية. الكرة الثانية، الكرة الثانية كانت من نصيب الملعب التونسي، ومارسيال كواسي يضيف الهدف الثاني الإيفواري، 2-1 في الدقيقة 44 من الشوط الأول. هاي الإعادة، مارسيال كواسي ياو يضيف الهدف الثاني لصالح الملعب التونسي، وإعادة من زاوية أخرى، 2-1 دقيقة 44. خيبات مرحلة الذهاب والعودة بقوة في هذه المرحلة، ملعب التونسي من اللاعبية عندهم كانت كبيرة، وضربة جزاء الحكم مراد بن حمزة، مراد بن حمزة يقول ضربة جزاء لصالح النادي الإفريقي في الدقيقة 55 من المباراة، أي الدقيقة 10 من هذا الشوط الثاني. هاي الإعادة، إبراهيم الشناحي، وكانت كرة بينه وبين مارسيال كواسي، شاهدوا الإعادة، مارسيال كواسي والحكم مراد بن حمزة يقول ضربة جزاء لصالح النادي الإفريقي. هاي إعادة من زاوية أخرى، كانت كرة بين مارسيال كواسي والشناحي، الحكم مراد بن حمزة دون تردد يعلن على ضربة جزاء لصالح النادي الإفريقي. هل يكون هدف التعادل للإفريقي والثاني لإبراهيم الشناحي باعتباره أنه هو اللي باش يتولى تنفيذ ضربة الجزاء في هذه الدقيقة 56 من المباراة؟ الشناحي يقدم على يمين الحارس العمدوني، عند النتيجة 2-2، الهدف الثاني لصالح النادي الإفريقي بإمضاء إبراهيم الشناحي، ثنائية للشناحي، هاو أمامكم على يمين الحارس قيس العمدوني، يعدل النتيجة في الدقيقة 56، الدقيقتين 13 و56 ثنائية لإبراهيم الشناحي، 2-2، تعود المباراة إلى نقطة البداية، التعادل، لكن تعادل إنذاري،
على الدين المسلمي يلعب مع العكرمي لكن قبله بسام السرار فيه. ومن جانب النادي الافريقي قاعد نشوف في رقم 24 سيف الدين الجزيري بجانب بنك احتياط النادي الافريقي يقوم بالحركه التسخينيه تم العمليه اختيار الهدف الثالث الهدف الثالث لصالح الملعب التونسي. هدف ثالث جميل بامضاء الشيخ محمد طوري في الدقيقه 64 من المباراه. هدف ثاني جميل للشيخ محمد توري وهو الثنائية لهذا المهاجم. شوفوا هدف جميل في الدقيقة 64 شيخ محمد توري ثنائية وهدف ثالث جميل بعد هدف تعادل. هدف أول للشيخ محمد توري هدف جميل أيضا ثنائية للشيخ محمد توري. جزيلي يطلب الكرة حدادي يلعب ترجع من كرة تجاني بالعيد رجعت الشيخ محمد توري حلو الشيخ محمد توري. ما زالت لأبناء الملعب التونسي الكرة تواصل العملية توسيع تجاه سليم جديد اختير العملية يعمل مراوغة ويسجل الهدف الرابع لصالح الملعب التونسي هدف جميل مراوغة بعرض في الدخيلي 4-2 لصالح الملعب التونسي في الدقيقة 74 من المباراة 74 دقيقة. شوفوا الإعادة لعملية الهدف. سليم جديد يعمل مراوغة بالعرض في الدخيلي يحط الكرة على اليسار سليم جديد 74 دقيقة 4-2 لصالح الملعب التونسي. هاي الإعادة ياخذ الكرة يعمل مراوغة بالدخيلي ويحطها في الشباك 4-2 لصالح الملعب التونسي. سيناريو مشوق في هذه المباراة وانذار بعد نزع القميص 4-2 وفرحة أحباء برضو بهذا الهدف الرابع. بقلاوة تتقدم في النتيجة 4-2 على حساب النادي الإفريقي. ثم ورقة حمراء ترفع في وجه وسام بن يحيى يبدو قائد الفريق. ورقة حمراء وأربعة مقابلتين هناك وسام بن يحيى يغادر الميدان يدخل حجرات الملابس. 4-2 لصالح الملعب التونسي الأسبقية. هاو نعطيكم شريط الست أهداف المسجلة إلى حد الآن. خصوص أهداف من جانب النادي الإفريقي. الوقت بدل ضاع الملعب التونسي متقدم نقولوا أمام الإفريقي 4-2 تابعوا على الكرة الأخيرة. نقص عددي في صفوف النادي الإفريقي بعد إقصاء وسام بن يحيى. هدف كانت خطيرة العملية. كان يكون الهدف الخامس لصالح الملعب التونسي. خطيرة العملية في الثواني الأخيرة من الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضأ. كانت فرصة خطيرة لصالح الملعب التونسي. 4-2 تتواصل الأسبقية. أسبقية الملعب التونسي ضد النادي الإفريقي في هذا اللقاء المتأخر بحساب الجولة الأولى إياب. وأعلن الحكم مراد بن حمزة نهاية المباراة بتفوق الملعب التونسي على حساب النادي الإفريقي 4-2. هاو بعجلة شريط الأهداف المسجلة في هذه المباراة. هدف أول لصالح النادي الإفريقي بإمضاء إبراهيم الشنيحي في الدقيقة 13 من الشوط الأول. هذا من الأهداف أمامكم أهداف الشوط الثاني. هذا إبراهيم الشنيحي هدف التعادل. النتيجة أصبحت 2-2 بين الإفريقي والملعب التونسي. ثم بعد هدف إبراهيم الشنيحي والتعديل من جانب النادي الإفريقي النتيجة صارت 2-2 بين الملعب التونسي والإفريقي.
سجل هدف الثالث للملعب التونسي عن طريق الشيخ محمد توري، هدف رائع في شباك الحارس عاطف التخيلي، هاي إعادة من زاوية أخرى، ثم جاء الهدف رقم أربعة عن طريق سليم جديد، هدف رابع لصالح الملعب التونسي 4-2 البقلاوة، وهو الانتصار رقم 17 للملعب التونسي في تاريخ لقاء الفريقين. مشاهدينا الكرام متتبعين القناة الوطنية الأولى، هاو هدف سليم جديد، شوفوا الإعادة، هدف جميل. مشاهدينا الكرام متتبعين القناة الوطنية الأولى، شكرا على حسن المتابعة والانتباه، أجمل تحية كامل للفريق التلفز من أملكم هذا اللقاء، محدثكم شكيب الخويلدي، نلتقي في مناسبات رياضية قادمة إن شاء الله، إلى اللقاء.